بدأت باسم الله والحمد مثنيا على المصطفى خير الأنام مصليا شفيع لذنب يوم ولا ذو شفاعات سواه مجابا حين يسأل راضيا عليه صلاة الله ثم سلامه وأهل وأصحاب ومن جاء تاليا توسلت بالهادي إلى الله راضيا رضا منك يا رحمن فاقبل رجائيا وأنت وسيل صاحب المن والعطاء مالك البرايا فاستجب لدعائيا وقدس أي قدوس نفسي عن الهوى ليطمن قلبي سلام منجيا رسول الله جئتك مستغيثا وأنت وسيلتي وابن رحيم يهم بطيبة الفيحاء قلبي فتلفحني برياها النسيم تشوقت القلوب إلى حماها فشرفها بنظرتها الكريم نسيم الوصل هب على المدامة ما أكثرهم وما شرب مدامة يناله عبادي لا تنام ينال الوصل من هجر المنامة ينال الوصل من سهر الليالي على الأقدام في الليل الظلامة وما مقصودهم جنات عدن ولا الحور العيون ولا الحسانة وتلك الكبة الخضراء فيها محمد نوره يجلي الظلامة طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما داع لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أشرقت أنوار محمد واختفت منها البذور مثل حسنك ما رأينا حتى يا وجه السرور أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور مرحبا بك يا حبيبي مرحبا يا مرحبا.